اصبر يا صاحبي اصبر. الجريمة هذه معروفة في باتنا بجريمة أول نوفمبر، مسجد أول نوفمبر ولا جريمة الطابلات. تليفون شباب هذا يا عطينا شو تليفون رياح قلت لك رياح عطينا تليفون. الله يهديك صاحبي الله يهديك اصبر. شجار ما بين شباب ينتهي بجريمة قتل. رحنا للمسجد أول نوفمبر كي وصلنا صاحبي مسعود قعد في الكرسي وانا شفت شاب هاز طابلات رحت باش نحيها له ما قدرش هذا هو كان يهضر هشام هذا في المحضر نهضر في المحضر يقول لهم كي شفت سيد عنده طابلات رحت نحيها له ما قدرش نحيها له دابزنا ضربني جبت الموس ما كنتش وافي وعي جبت الموس ضربته ضربه للقلب وما نشفاش واش. ونهار اليوم جانا للبرنامج أحد أفراد عائلة الجاني حب يحكي لنا حكاية الشابين. في بين لحظة وأخرى يعيطولها في تليفون يقول لها ولدك راه قتل وراه تحت النظر ونهار 2 في الشهر رانا نديوه نقدموه. ألم ومعاناة العائلة بأكملها هي حكايتنا لهذا الأسبوع.